أحييكم متابعينا هنا في الرياض، إضافة إلى كأس موسم الرياض أقيم صباح اليوم أو أعلن صباح اليوم انطلاق مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين للهجن، أين على ميدان الملوك الذي يعاد أو تعاد إليه السباقات من جديد. بدأ هذا الميدان منذ عهد الملك فيصل رحمه الله مرورا بملوك السعودية، وسيدي خادم الحرمين الشريفين يعيده بأكبر وأضخم جائزة تخصص في المنطقة لأهل الهجن. اليوم انطلق السباق وسيستمر هذا المهرجان لمدى 10 أيام قادمة، يشمل فعاليات رياضة الهجن وسباقات الهجن إضافة إلى فعاليات مصاحبة. خلونا نشوف تقرير اليوم الأول. انطلق يوم الخميس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن لمدة 11 يوما على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض، بجوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال مقسمة على 244 شوطا، ويستمر المهرجان حتى 18 من شهر فبراير الجاري. وافتتحت المطية مرموقة لملكها القطري عبد الهادي حمد الهجري أول أشواط المهرجان، وذلك بتحقيقها المركز الأول في شوط فئة الحقائق خلال الفترة الصباحية، فيما ظفرت المطية العاصوف لملكها الإماراتي محمد مكتوم المزروعي بالتوقيت الأفضل ضمن الأشواط المسائية في اليوم الافتتاحي، كما ظفر 18 مالك هجن سعودي بأشواط اليوم الأول مقابل 8 ملاك قطريين و7 ملاك إماراتيين ومالك هجن عماني واحد. وشارك في اليوم الافتتاحي 1396 مطية بواقع 781 في الفترة الصباحية و615 مطية في الفترة المسائية، ويشارك في المهرجان 2087 مالك هجن و6869 مطية يمثلون 7 دول، هي المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان والولايات المتحدة الأمريكية. بعد نهاية منافسات اليوم الأول كان هناك حديث لسمو رئيس نادي الهجن السعودي المنظم لهذه الفعالية لهذا المهرجان، سمو الأمير فهد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، متحدثا عن إجمالي هذا المهرجان وكذلك عن الفعاليات المصاحبة. أولا شكر الله سبحانه وتعالى، ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم الدائم للرياضة بصفة عامة ورياضة الهجن بشكل خاص، الرياضة الأصيلة للمملكة العربية السعودية. وما في شك دائما الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم للقيادة. الشيء الثاني الدعم والاهتمام من سمو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي على هذه الرياضة بالذات، هذا شيء ما في شك أنه يدعونا جميعا للفخر. شيء ثاني إذا تسمح لي أيضا أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين على إقامة هذا المهرجان وعلى إعادة درة الميادين الهجن للحياة مرة ثانية، الميدان اللي يعتبر الأعرق على مستوى العالم، أقدر أقول الميدان اللي انطلقت منه كل السباقات على مستوى العالم، الميدان اللي طلعت منه أغلب سلالات الهجن، الميدان اللي استضاف جميع ملوك المملكة من الملك فيصل إلى العهد الزاهر بمولاي خادم الحرمين الشريفين. يعني الميدان يعني للجميع إرث تاريخي لكل ملاك الهجن ولمدينة الرياض ولكل مواطن سعودي أقدر أقول. والأهم من ذلك أنه مهرجان يحمل اسم غالي علينا، اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين، نعتبره أغلى الكؤوس بالنسبة لنا. يعني الحمد لله احنا كاتحاد سعودي إن شاء الله نبغى نسمع من جميع الملاك، يعني الميدان أسس على أعلى المستويات، فإن شاء الله نسمع إذا كان في أي ملاحظات من الملاك فإحنا
مكاننا خدمتهم، فإن شاء الله يحوز على رضاهم، وإن كان في أي ملاحظات الاتحاد جاهز لسماع هذه الملاحظات. تعني لنا شيء الكثير، ما في شك أنه هذا مهرجان بحد ذاته أقدر أقول ولد كبيرا، ولد باسم مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وفي أهم الميادين أو أعرق الميادين، فما في شك أنه الاسم والمكان يكفيان هذا المهرجان، وما في شك أنه ما عمل هذا المهرجان لأهل الهجن، فالمشاركة الكبيرة تدعونا للفخر، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق للجميع. نقطة مهمة أنه أرجع أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا المهرجان الكبير الغالي علينا، وخاصة أنه أول حدث رياضي للإبل بصفة عامة في عام الإبل 2024، فما في شك أنه هذا العام يدعونا للفخر والاعتزاز ودعم القيادة لهذه النشاط والإبل وتسمية العام هذا، ما في شك أنه يدعونا أكبر الفخر، يدعونا الفخر الكبير كاتحاد هجن وكملاك هجن، والحمد لله إن شاء الله تكون إن شاء الله سنة خير على الجميع، وإن شاء الله سنة خير على أهل الإبل كافة وأهل الهجن خاصة، وإن شاء الله تكون سنة مليئة بالإنجازات لأهل الهجن. مبارك لأهل الهجن انطلاق هذا المهرجان. أبو أميرة لك تعليق؟ شوف، كل ما تتحدث عنه من فعاليات من أمور كل شيء، كوم وتمسكك بإرثك كوم آخر، تمسكك بإرثك يعني هويتك. كم من دول تركت إرثها ففقدت هويتها؟ المملكة العربية السعودية ما فتئت عبر التاريخ بتمسكها بإرثها، الهجن، الخيول، سباقات الخيول، جمال الخيل، الرماية، وقيس على ذلك كل أنواع الإرث والتراث السعودي العظيم والتاريخي. وفي هذا العهد الميمون مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله عمره سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه، متمسكون بهذا الإرث وهذا التراث التاريخي لبلادنا العظيمة، ولعل ما نشاهده الآن من سباقات ومن دعم كبير جدا. تخيل هذه الهجن، طولة الهجن الآن 70 مليون ريال مجموع جوائزها، من يفعل هذا في العالم إلا رجال يعرفون كيف يتمسكون بهوية بلادهم وعظمة بلادهم وإرث بلادهم العظيم. الحمد لله على نعمة المملكة دائما وابدا. جميل، قبل أن نختم فصلنا الأخير أقول بأن ما حدث، يعني يمكن استعرض التقرير ميدان الجنادرية، ميدان الملك عبد العزيز لمهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين. هذا المهرجان أقيم في 50 يوم تقريبا، قبل 50 يوم كانت هذه أرض بيضاء، وقبلها بدأنا الحلقة أيضا بمنطقة أخرى كانت منطقة بيضاء وشهدنا فيها تحفة معمارية. نتحدث عن الماضي والتمسك به وهوية الموروث، ونتحدث أيضا عن المستقبل. كل ذلك ولله الحمد تحفه غيمة كبيرة اسمها رؤية 2030، انطلقت في عام 2016، احنا في عام 2024، تبقى منه 6 سنوات ونحن نصل إلى هذه المستهدفات وهذه الأرقام. لك أن تتخيل يا من تتابع ماذا سيكون إن شاء الله حال المملكة العربية السعودية تنمويا في 2030. فاصل ثم نكمل.